الصحيح أن استمع وأنصت إذا اجتمعتا فتختلفان من حيث المعنى، لكن لو ورد الاستماع وحده فهو بمعنى الإنصات، وإن ورد الإنصات وحده فهو بمعنى الاستماع، لكن إذا اجتمع في نص فالاستماع يتعلق بعدم الكلام، والإنصات يتعلق بهيئة الإنسان بمعنى أنه لا يتحرك كثيرا. ومن هنا تعرف معنى قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال في الآية فاستمعوا له وأنصتوا، أهناك فرق؟ نعم، فالاستماع من حيث عدم الكلام، والإنصات من حيث هيئة الإنسان فلا يتحرك كثيرا حال سماعه لقراءة القرآن.